نقول بسم الله. بص يا جدعان، الله اكبر، اهم كيك. بص حب، يلا كله طار اهو، كله طار ما شاء الله، كله طار. بس يا جدعان مش مشكله، انزل يلا انزل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحه وسعاده وكويسين، وكل فيديو وانتم طيبين. ورجعت لكم يا رجاله في فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجه نصلي على النبي عشان ربنا باركنا في كل شيء. طبعا يا رجاله هندي دلوقتي كرشه للسغاليل دي كده كلها، تمام كلها، وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. يلا بينا نديهم بقى ايه كرشه بجراءه شويه المره دي. معانا العصايه بتاعتنا، هنقول بسم الله. بص يا جدعان، الله اكبر، الله اكبر، اللهم صل على النبي، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي. بص يا جدعان، الله اكبر ما شاء الله، كله هيجي يحط هنا اهو زي ما احنا شايفين، ما شاء الله لسه في طاير يا جدعان اهو. بصوا، اللهم صل على النبي، الله اكبر. تمام يا جدعان اهو، في حاجة راحت وقفت على البيت اللي هناك ده، مش مشكلة. بصوا لسه في طاير اهو، لسه في طاير اهو، اللهم صل على النبي اهو يا جدعان. دي برضك قرشة بجراءة شوية كده، بصوا في شوية حلوين طايرين، خليهم يتجرأوا كده بعد كده ينزلوا. تمام، باكستاني طاير اهو، والاسود جه نزل ما شاء الله ما شاء الله، باكستاني اهو يا جدعان، وده الكراكان دي، الله اكبر ما شاء الله. ده ايه، باكستاني التاني، الاتنين باكستانيات طايرين. بصوا جه نزل اهو يا جدعان، والازرق جه نزل اهو ما شاء الله، وده الكراكان دي جاي جاي يحط اهو، وده الحلس اهو. ليه كده ليه كده؟ من شويه يا جدعان كنت فاتح له هو والشبابات، ما ركنش، بس مش مشكله. طبعا يا جدعان اللي يركن يركن هنعالجه، تعالوا بس كده جوه، اللي يركن يركن هنعالجه. بس كويس الزغاليل ابتدت تقوم اهيك، ابتدت تقوم وتنزل. تمام ما شاء الله، مفيش حاجة واقفة هنا، أهمك يا رجالة، اللهم صل على النبي ما شاء الله. هو دي تاني بوزة جه، الله أكبر يا جدعان زي ما احنا شايفين كده اهو. تمام، طبعا دي كده ايه، فزع الجراءة، دي فزع الجراءة. بصوا امبارح انا اعطيتهم واحدة يا دوبك ما قاموش القومة دي، النهارده قاموا قومة هو ومسكوا في بعض، وفي اللي طار كل يوم ياخدوا واحدة جريئة زي دي، هتلاقي الحمام ده كله مسك في بعضه ويركب السحاب. فاللي يركن يركن يا جدعان سهلة، اللي يركن يركن سهلة. ده بقى اللي كنا مطلعين عين أمه، لسه هنفتح له النهارده يا جدعان. اطلع يلا، ما يصدق هيطلع، اطلع حبيبي، اطلع اطلع ما تتكسفش، احنا طلعنا عينك اليومين اللي فاتوا، اطلع. بص يا جدعان اهو، ده اللي كان بيركن، بس ده كده تروق عليه. طبعا الحلس جه يا جدعان اهو، شفتوا بس. فخليكم معايا نكمل الفيديو ونشوف تاني ايه اللي حصل. بصوا يا رجاله، طبعا الشبابات هيك الاتنين اللي ركنوا همك ظهروا، ده واكل الاحمر كشك وبوازه. تمام، انا عايز اعرفكم ان ده يعتبر مش مركن، ده يعتبر مش مركن، دي حاجه طبيعيه، دي حاجه طبيعيه بتحصل لما طبعا الزغال دي اول مره مثلا تطير كتير، او مثلا تاخد لها دورتين ثلاثه ومش عارفه تنزل، ده امر طبيعي زي ما كان بيحصل مع عائلات الشبابات دي، كان كل شويه مثلا واحد ما يعرفش ينزل يروح يركن على بيت ويرجع وهكذا. فده بالنسبه لي ده مش مركن، يعني ما حدش يقول لك ايه ده الحمام بيركن منه، لا ده بالنسبه لي مش مركن، يعني كده لسه بصنع الحمام، انا كده لسه بصنع الحمام. بس اهم حاجه ان هم ما يقعدوش كتير هناك، ان انا اعرف اجيبهم. طبعا انا جايب الصاجه اهوك، وهبتدي ايه ان انا ايه اشخلل لهم ونجيبهم والكلام ده كده كله بس، وعائلات الشبابات اهي. وطبعا هنيجي في اخر اليوم، هنيجي في اخر اليوم هنديهم بردك فزع تاني، وهنشوف بردك رد فعلهم هيبقى عامل عليها ازاي. كل يوم انا بزود، انا مش برخم عليهم، يعني اول مره خالص هتلاقيهم فزع بايدي كده بسيطه، قاموا ونزلوا، تاني يوم فزع بردك بسيطه، تالت يوم فزع بديك، والنهارده هو رابع يوم فزع بردك بدي شديده شويه. ونيجي بردك اخر اليوم نديهم واحده تاني ونشوف رد فعلهم ايه. وطبعا احنا فتحنا الكراكان دي اللي كان بيركن خالص دوت بس، وهنشوف الدنيا فيها ايه، وخليكم معايا واحده واحده. يا جدعان انا قفلت معاكم، شخللت شخللتين، بص الحمام جه كله اتكون فين، والاتنين التانيين جم فين اهو، الاحمر كشك فين،
اهو يا جدعان، الاتنين واقفين هناك اهو. امك بصوا لو واخدين بالكم منهم، الاتنين اللي كانوا واقفين جم هناك اهو. فايه، انا زي ما بقول لكم ده يعتبر مش مالكن، طالما بعرف اجيب الحمام خلاص. بس فهسيبهم بقى شويه كده، العبهم شويه على الظهر، العبهم شويه على الظهر كده بالكلفه. تعالوا بقى نخش نشوف السلاكه ايه اللي حصل جديد فيها، بعد كده نرجع نديهم فزع تاني، وبعد كده نحبسهم مع بعضينا. انا ما كنتش ناقص اصور النهارده، بس قلت نديهم الفزع دي مع بعضينا. وطبعا دول عشان شخللت عمال ينزلوا. يلا يا بابا انت اهو، ايه يا صاحبي انت اهو، سيبهم بقى يا جدعان يلعبوا براحتهم، وتعالى نخش جوه نشوف الدنيا فيها ايه. طبعا يا رجاله انا الفتره دي مهتم جدا جدا بالنش، عشان عايزين نعمل نش، وبقيت اعمل فيديوهات كتير مع الحمام. تمام، فان شاء الله يعني مش مهتم انا هنا قوي. فتعالوا بقى نشوف الجديد. طبعا ديك ما شاء الله اول حاجه جابت الحصويتين، اللهم صل على النبي، كده زي ما احنا شايفين جايب الحصويتين. بص عايز برضك اديكم معلومه، في حمام، في انواع حمام لما بتجيب اول حصويه ما بتلقطش عليها لغايه ما بتجيب الحصويه الثانيه. ما اعرفش ايه السبب بصراحه، بس انا بلاحظها كتير، ودي كانت واحده منهم. لو انتوا خدتوا بالكم الفيديوهات اللي فاتوا تيالي، لما جبت كنت صورت هنا في السلاكه، كانت جايبه الحصويه وما كانتش راقده عليها. فطبعا لما جابت الثانيه اديني بصور اهي وراقده على الحصويه. تمام، دي حاجه، فدي معلومة لازم تعرفوها، يعني لو جابت حصاية وما قدتش عليها ما تقلقوش من حاجة زي كده. ودوك لسه أمك فوزي والنتاية بتاعته، فوزي وهناء، لسه برضك الحصى بتاعهم مفكش. تمام ما شاء الله. كان في حاجة بتجهز لعش القص دولك يا جدعان، برضك لما دخلت الصبح كان الدكر راقد في الطاجن، فربنا يسهل يا رب. ايه يا صاحبي، عايز اجيب لك دكر، انت عايز اجيب لك دكر اللي ضاع دوك، لو كان طلع دكر كنت سبته، كان ما شاء الله عليه. اللهم صل على النبي. بص يا جدعان، دي جابت حصوايه وراقده بتجيب الحصوايه التانيه. مش عايز اخش، بص انا عايز اوريها لكم كده، كانت رقدتها القصعه بتاعتها كانت مقلوبه، فكانت ما شاء الله شكلها بتجيب الحصوايه التانيه. راقده جابت حصوايه وشكلها بتجيب التانيه دلوقتي ما شاء الله. بس بص بقى يا جدعان، كذا حد قال لي الزغاليل دي، طبعا لسه كالف هنا فما لحقوش يخلصوا اكل. تمام، كذا حد لما قلت لكم الفيديو فات انا اخلي الزغاليل ديك، عشان طبعا في نوتي هتطلع بره كده، فقالوا لي خليها تعوض بيها. فانا طبعا هخليها فعلا اعوض بيها ايه النوتي اللي هتطلع، عشان بصراحه انا عايز اعمل طريحه، عايز اعمل مجال هنا مع نفسي، مش عايز انش مثلا 10 15 حمامه، لا عايز ربنا يكرمني كده اعمل لي مثلا 30 40 50 واحده، ويكون عيلاتهم كلهم من فرخ ان شاء الله. يعني مش هشتري زغلول باذن الله، كله هيطلع من فرخ. بس الواحد بقى نفسه ربنا يكرمني كده، وشويه الاصوص دولك يشتغلوا، عشان ناخد بقى كام حمامه نضاف بقى، مش هنفضل زي ما احنا كده. دولك بقى كده خلاص يا جدعان، ناخد الحصويه دي. الزغلول سند نفسه شويه اهو، الزغلول ما شاء الله سند نفسه شويه اهو. الله اكبر، ناخد بقى الحصويه دي كده ملهاش لازمه. تمام، وكان في ايه تاني محصي بقى عايزين نشوفه؟ دولك لسه ما حصوش، انتوا خلصتوا التحديق نزود لهم تحديق. دولك لسه يا جدعان ولا بص هو شكله ما فكوش يا جدعان، القعده دي قعده حصري مش قعده زغلول، لسه فكوش. طب وهنا لولك لسه ما فكوش. تمام ما شاء الله. عندنا ايه تاني؟ بس كده يا جدعان، هو ده يعتبر الجديد عندنا في السلاكه. طبعا يا جدعان الناس اللي قالت لي القفص ده صغير الفيديو اللي فات، بص هو ده كان عندي من زمان، فانا كان الجو ساقع اليومين دول والنطره بتنطر والكلام ده كده كله، فانا حطيته قلت لكم ينفع ولا ما ينفعش، فناس قالت لي كبير، فاديني سايبه يتدفوا فيه لغايه اما انزل السوق اجيب لهم قفص اللي هو بتاعهم، وحتى ممكن اجيب لهم قفص غير ده، يعني اللي هو اجيب لهم قفص متكامل بالعش بتاعه بكل حاجه. تمام، دي كده اخبار العصافير. تعالوا بقى نطلع نشوف الحمام بره. ولا انت نزلتوا برضه؟ ماشي، يلا بابا يلا بابا يلا بابا يلا. وطبعا يا جدعان الحلس دوت، الحلس ده كان من ضمن الفزع على فكره، اللي هو كانش بيطلع، الحمد لله بقى بيطلع، يعني الحمام كله بقى بيطلع. بص يا جدعان اهو بقى بيطلع، وكان من ضمن الفزع من الحمام اللي طار من شويه. يا عم اطلع، ايوه كده تمام يا رجاله. بس فنسيبهم بقى شويه، لسه الجو يعني الشمس طالعه النهارده الحمد لله، انه امبارح كان مطر وسيول وكان عفره وكان ليله سودة. فنسيب بقاهم شويه وارجع لكم تاني، نديهم الفزعه الاخيره، بعد كده نحبسهم مع بعض. النهارده يوم كامل مع نش الحمام ما شاء الله. يلا بقى يا رجاله، تعالوا بقى نديهم اخر واحده يلا، عشان خاطر ننزلهم ربنا يستر الهوا ما ياخدش التليفون ويطير في الشارع، ربنا يستر. واحدة بدي كده.
كده يا جدعان. هما كيك بص حب، يلا كله طال اهو، كله طال ما شاء الله، كله طال. بس يا جدعان مش مشكلة، انزل يلا، انزل انزل يلا يا جدعان. بس يا جدعان كلهم طال اهو، الله اكبر. المرة دي بقى عليت منهم اوي، ربنا يسترها. بص اهو، بص كله جاي من نفسه اهو. يا جدعان ولسه في كتير طاير اهو. طبعا انا فاتح الكاميرا الواسعة. بص يا جدعان ما شاء الله، الحمام كله جاي اهو. بس هم عايزين كل يوم واحدة من دي، هتلاقي الحمام ده كله ركب. يا جدعان الله اكبر ما شاء الله. يا جدعان هو هيجي دلوقتي كله هينزل، سخنوا المرة دي شوية. بس بصوا ما شاء الله. طبعا بصفر لهم عشان ألمهم يا جدعان. تمام ما شاء الله. ما شاء الله. بصوا لسه في كمية طايرة اهو، بينزل اهو يا جدعان اهو ما شاء الله الحمد لله. فيش بس كانت بواسة اللي راح ركن تاني، مش مشكلة اهو. بص يا جدعان اهو الحمام كله بينزل. والكركندي، الكركندي برضك بينزل اهو يا جدعان، ولا هيروح يركن يا ابن الجزمة يعني بعد اللي عملنا؟ لا ما راحش ركن اهو يا جدعان الحمد لله، كهرب من المركب. حتى الحلس جاي بتاع ده، البوازة جاي اهو، الحمام كله لم نفسه ما شاء الله. ايه اللي جاي هناك ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده تبعي ده؟ ده الازرق قطيفة ده يا جدعان ما شاء الله. لسه في حمام كتير طاير ما شاء الله، الحمام كله بيلم نفسه يا جدعان اهو. الازرق قطيفة بصوا، واخد سكة وطاير مع نفسه. كركندي ما شاء الله. هما كده يا جدعان الله اكبر. بصوا الازرق قطيفة ده الزغلول، بصوا واخد سكة مع نفسه وطاير، طاير مع الكركندي مش مشكلة. يا جدعان ما شاء الله، الحمام كله لم نفسه وجه. طيب هعمل ايه انا بقى دلوقتي؟ هقوم اللهم صل على النبي كده بالكلفة والعبهم، تمام، وارجع لكم تاني بقى واحنا بننزلهم. يا رب تكونوا مستمتعين. طبعا يا جدعان رجعت لكم الحمد لله. اللي اسمه ده الكهرب اصلا من على المركن، الكركندي زي ما تقولوا ايه، افتكر اللي حصل فيه وجي نزل على طول، ما عادش وكده. هو يا جدعان هو فين الازرق قطيفه اللي كان واخد سكه وراح وجه؟ هو يا جدعان بصوا معايا، عندي هنا اتنين زرق قطيفه، ده اللي هو الشاب الكبير بتاعي، والزغلول هناك اهو. فين فين على الظهر اهو، عمال يجعر هناك اهو يا جدعان. ده الزغلول نزل اهو، وده التاني، ده الشاب بتاعي والزغلول هناك اهو. ده طبعا خد سكه وخلع مع نفسه وجرى مع نفسه كده، كل الحمام جه. طبعا يا جدعان ما اقدرش اخوفهم تاني اكتر من كده، كل يوم مع التاني باذن الله هياخدوا واحده من دي، الحمام كله هيمسك في بعض هيطير. ان شاء الله من بكره يا جدعان انا كنت بفتح للشبابات لوحديها، وبفتح اللهم صل على النبي الزغليل بعديها. انا كنت بفتح للشبابات تطير بعد كده افتح للزغليل، لا من بكره بقى هبتدي انقض، يعني اطلع مثلا ايه، اطلع الشبابات اللي هي بتطير جامد يعني اللي ما بتنزلش مثلا، مش هطلع معاهم ده عشان بينزل على طول. هشوف مثلا الزغاليل اللي فيهم سخن بيطير ممكن ما يروحش يركن على طول، يعني البوازه، اللي راح ركن دوك من المره الثانيه برده، ده بردك مش هطلع، هطلع اللي هم يا جدعان مسكوا في العالي ونزلوا، وهم مديهم كلهم فزعه مع بعضهم. وهنشوفها ان شاء الله في فيديو، هنشوف هيعملوا ايه، هيسخنوا كلهم مع بعضهم. يعني ان شاء الله يا جدعان ادعوا لنا كده اسبوع ولا 10 ايام والحمام ده كله كده هيكون ماسك في العالي. طيب في نقطه بردك عايزين نتكلم فيها يا جدعان، الحمام اللي هيخيب معايا ما بيقدرش يطير وبينزل على طول، الحمام اللي هو ضعيف، حمام ممكن يروح بيركن. طيب اللي بيركن على طول ده وخلاص مش عايز يتعالج، ده انا هخليه تحطيطه، بمعنى ان هو ساعه مثلا المغرب زي كده وقت الكلفه بتاعه هطلعه على الظهر. ايه اللي هو مثلا عايز انزل حمام، مثلا بقى زي الازرق قطيفه اللي هو بيطلع يلف مثلا وينزل على طول، الازرق قطيفه اللبلق الاحمر دوت او السقيوطه، اللهم صل على النبي، كان في الحلس اللي هو الصغير اللي هو طلع الاخير ده، دول ضعاف. هاجي في الاخر يا جدعان او مثلا لما عايز انزل حمام او اطلب تحطيطه او مطلعهم يا دوبك يكسروا لهم دورتين وينزلوا ينزلوا الحمام، فالحمام كله ما فيش فيه حاجه هتخسر. انا عايز بس في الاخر كده من الشويه دول يعني ربنا يكرمني كده يعني يطلعوا لي كده 10 15 دكر، وباذن الله نطور عليهم، يعني ممكن ان هيطلع فيهم نوتي كتير ونطلع عليهم حمام كتير. تعالوا بقى يا جدعان ننزلهم كده، كفايه عليهم عشان الحمام ده كده تعب. يلا بينا.
تمام كده يا رجاله، حمام كده كله نزل اهو، وقفلت الشبكه وانا فوق مفيش حاجه، حمام كله نزل الحمد لله رب العالمين مسيطرين، وقدرنا نعمل حمامتين كويسين. ربنا بقى يسهل في اللي جاي، يعني كل اللي فات حماده خلصنا من اول خطوه اللي هي تحفيز الارضيه، تحفيز الظهر، حب فيا حب في الغيه، وابتدينا دلوقتي في المرحله اللي هي بقى الاهم اللي هو الحمام يمسك في بعضه ويطير. بس النهارده يا جدعان قبل ما اصور، والله انا ما كنت ناوي اصور، فتحت الخمسه اللي بفتح لهم ركبوا السحاب وقعدوا لهم بتاع ربع ساعه، تمام؟ فبكره بردك، بس بكره قلت لكم هنخلط ده مع ده، وادينا عملنا طريحتين وفرمناهم في قلب بعض. وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، وكان معاكم ميسي الصبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.